حضرتكم عن موضوع مختلف. طالما الاهلي وعبر تاريخه الطويل المضيء المشرف طول عمر النادي الاهلي كان مصنع للابطال، ودايما في كتير جدا من الاهالي بيهتموا جدا ان اولادهم يكونوا من اول لحظه يعني بيبتدوا يمارسوا فيها رياضه ايا كان نوع الرياضه دي ايه يمارسوها في النادي الاهلي. برضو عبر التاريخ وعبر الزمان طول عمر المنتخبات المصريه في الالعاب المختلفه لما حضراتكم تركزوا فيها ايا كانت الجيل اللي بنتكلم عليه وايا كانت المرحله الزمنيه اللي بنتكلم عنها لازم هتلاقوا على الاقل يعني اقل حاجه نص الفريق ايا كان الرياضه ايه او اللعبه ايه من ابناء النادي الاهلي. فطبعا دايما احنا بنهتم جدا ان احنا نتكلم مع حضراتكم عن براعم النادي الاهلي ونشوف عاملين ازاي في مختلف الالعاب. المره دي هنشوف مع حضراتكم تدريبات لاكاديميه التنس الارضي بالنادي الاهلي من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. هنا لما بيجي لنا الولد بنبدا من 4 سنين كويس، اهم شرط بس انه قبل ما بينزل ازاي يحب اللعبه. انا حتى مع اولياء الامور بقول لهم ممكن يجرب مره قبل ما يبدا يشترك، والله هو حب الاكاديميه او حب المكان اللي هو فيه بيبدا يتفضل معانا كويس. احنا هنا بنبدا نشتغلها عندنا 4 ليفل جوه المدرسه. الاولاني بنبدا المستوى الاول اللي هو لسه بادئ، لما بيبدا يتحسن عندنا بنبدا ننقله ليفل 2. بعد كده بنبدا نشتغل بكره مختلفه غير الرد خالص، هي الكره الاورنج المرحله الثالثه. بنبدا نخلص دي بنبدا نروح على المرحله الرابعه اللي هي جرين، بعدها ببدا اسلم للفرق. ده كل المدرسه اللي عندي. انا جوه المدرسه عندي بيبقى الاطفال ممكن عندي بطولات بنبدا نشتغل على الريد اللي هي الشبكه الحمراء، وبنبدا نشتغل برضو ماتشات على اللي هي الاورنج اللي هي الليفل اللي بعده، والليفل الثالث اللي هو الجرين نفس الكلام لغايه ما بنسلمهم لتجهيز فرق. المدير الفني بينزل من فوق، النهارده عاوز مثلا مواليد 2010 بيبدا ينقي من عندي، بياخدهم بيبدا يجهز فوق بقى الماتشات بتاعته والحاجات دي. احنا الحمد لله احنا عندنا مثلا النادي الاهلي يعتبر فيه 3 اكاديميات في 3 فروع الحمد لله. يمكن السنه دي بدا يبقى الفرقه بتاعتنا كلها من جوه المدرسه، من جوه قطاع كله من ال3 فروع، عندنا زايد وعندنا مدينه نصر وعندنا الاهلي هنا. الحمد لله بدات الفرقه كمان بتاعتنا بتتحسن، اللعيبه اللي بتطلع من عندنا بتطلع كتير وبتطلع كويسين، لان السيستم اللي محطوط واحد اللي المفروض كان حاطه مدير قطاع الناشئين كابتن محمود عمبلي، كان حاط السيستم ال3 اكاديميات بنشتغل عليه كلنا مع بعض. دي النتائج اللي احنا بنتكلمها والحمد لله النتائج بتاعتنا كويسه. احنا هنا عندنا 4 ايام في الاسبوع، يومين الصبح ويومين بعد الظهر، بنشتغل ساعه تنس وساعه فتنس كويس. التربيه يعني كل اللي بنشتغل فيه اللياقه البدنيه بتاع الفتنس بيهمني مثلا اللي هو يبدا يتحرك اللعيبه ازاي، هنمشي ازاي جوه الملعب النهارده، بنتحرك خطوات معينه. انا حتى لما بيجي الولد بيشتغل معايا بنبدا نشتغل المراحل بعد كده. يعني انا النهارده اشتغلت مثلا مع السن الصغير، كل اللي بيفرق معايا اللي هو بيحب اللعبه. لما ببدا اروح ليفل تاني ببدا اشتغل معاه ازاي ممكن يروح يقف يضرب الكوره، ازاي ممكن بيقدر يرجع، لغايه ما ببدا اجهزه اللي هو يروح للفرق. الحقيقه اكاديميه التنس النادي الاهلي اكاديميه فوق البيرفكت، يعني اكسلنت اكسلنت. ليه بقى؟ لان هم بياخدوا النشء الصغير وبيبذلوا معاه مجهود جامد جدا. يعني لما تشوفي انا جدت اللاعب حازم، لما تشوفي لما هو داخل وخايف بقى وبتاع، يعني خدوه وانت اللي تشوفي بقى تتفرجي عليه. فهي اكاديميه الحقيقه بتبذل مجهود جامد جدا مع اللعيبه وبتوع النادي الاهلي. المدرب الحقيقه هو بيبذل مجهود جامد جدا، هو اللي حببهم في اللعبه اصلا. يعني ما بيدخلوهوش على ان في يعني تنشن وستريس وبتاع، لا هو بياخده بالراحة. حتى يمكن احنا كمثلا اهالي وبتاع بنبقى عايزين يعني ينزل يخلص الماتش، لكن هما بياخدوه بالراحة جدا وبيصبروا عليه لحد لما بيحببوه في اللعبة جدا. المستوى جيد جدا، يعني الكوتشز بتوع الاطفال عندهم خبرات فنية، بجانب ان هما بيعرفوا يتعاملوا مع الطفل في سن من 4 ل8 سنين حسب قدرات الطفل. بيأهله كمان ان هو يقدر يتحمل ضغط طفل في السن دوت محتاج ان هو يقدر يلعب. في ناس في الكوتشز عندهم خبرات كبيره، كباتن كبيره في السن، فنيا كويسين جدا، مستواهم الى حد ما جيد جدا. يعني حتى انا عندي طفلين، طفل في الجروب ريد وفي الجروب الاورنج، مستوى حلو جدا.
وانا مرتاحه يعني. انا ما دخلتش بقالي كتير تنس، بس اول ما دخلت لقيت المستوى حلو كويس جدا ومتعاونين يعني. مستوى الاكاديمي حلو قوي بتاع التنس طبعا. انا لما نزلت التنس هو ما كانش عايز اصلا في الاول يعني، لا مش همسك مضرب. لما جه وشاف التنس والكابتن المسؤول عن التنس قال له جرب، قال لي لا انا عايز، وكل شيء انا عايز اروح، انا حتى لو ما فيش ميعاد بجد انا عايز اروح تاني. طب انا مش ملحقه. حاضر. فالحمد لله حسيت ان هو لا يعني هو مهتم قوي ان هو ينزل التنس بصراحه يعني. هي كانت تجربه كبيره شويه، بس انا حبيت ما كانتش بالنسبة لي اللي هو خيالي اللي أنا أوصل في المكان اللي أنا فيه دلوقتي، بس هما الكباتن ساعدوني الحمد لله لحد ما وصلت التجهيز تحت سن 12 سنة. بحب التدريب كده، باجي أربع مرات في الأسبوع. بحب كل الكوتشز، كل أصحابي في التنس. أنا بحب كل أصحابي وكل الكوتشز بتاعتي. نفسي أبقى لعيب وبطل كبير باسم النادي الأهلي، عشان أنا بحب أتمرن وأبقى قوي، والعب عشان لما العب بطولات اكسب. هي الحقيقه ليها فضل كبير قوي عليا. انا اصلا اول ما بدات التنس بدات هنا في نادي الاهلي مع اكاديميه التنس. كان طبعا كوتش احمد النو هو يعني الكوتش بتاع الفريق، ويعني هو اللي بدا يعلمنا التنس، وهو يعني اللي خلاني اوصل اللي انا فيه ده دلوقتي الحمد لله. كان دايما يعني بيسبورت الناس كلها، بيسبورت مي، وبيحاولوا دايما ان هم يخلونا احسن. مثلا لو خسرنا في بطوله مهمه او اي حاجه، لا هنوصل ونعدي، ويعني بنخلينا دايما احسن ومش بيوقفونا خالص، ولا مره تقريبا قالوا لنا يعني كلمه ضايقتنا.